بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، كنت تحدثت معكم في الحلقة الماضية عن صيام القلوب وأن هذه القلوب حين تصوم تصوم الجوارح كلها تابعة لها، وأن صيام هذه القلوب يكون بحفظ خواطرها بإسلامها إلى ربها عز وجل إسلاما كليا، ولا يتحقق ذلك الإسلام إلا بحفظ خواطرها بحيث تتحول الخواطر التي تجول في القلوب إلى الله، وهذه الخواطر لكي نحفظها ولكي نوجهها إلى الله توجيها كاملا لا بد من تحقق أمرين، ولا بد من إرسال هذه الخواطر في مجالين، ترسل خواطرنا إلى الله في مجالين، في مجال تدبر كتابه المسطور وفي مجال تدبر كتابه المنظور، تدبر كتابه المنظور أو التفكر في كتابه المنظور، فإنه يقال في القلوب التي تجول في كتاب الله المسطور الذي هو القرآن، يقال في هذه الجولة يقال فيها التدبر. وأما في جولات القلوب في كتاب ربنا المنظور الذي هو كونه يقال فيه التفكر، هكذا قال ربي جل وعلا في كتابه وهو يرشدنا إلى كيفية حفظ خواطرنا وإرسالها إلى ربنا عز وجل. قال ربي في المجال الأول الذي هو مجال التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال في المجال الثاني: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بهذا يتحقق صيام القلوب، يتحقق صيام قلبي وقلبك في مثل هذه الأيام المباركات حتى نخرج من هذا الشهر وقد صامت القلوب إلى ربها وألفت هذا الصيام لتعيش عليه طول حياتها حتى تلقى ربها وتسمع النداء المبارك وهو يوجه إليها من قبل ربها التي عاشت معه طول أيامها، تسمع ذلك النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن سبقت في الحلقة الماضية إشارات إلى إرسال الخواطر مع كتاب الله عز وجل، فإذا قمت يا أخي وإذا قمت يا أختي في أول ليلة هاته التي عليها مدار لياليك كلها، فافتح قلبك لكلمات الله، افتح
عقلك وفكرك لإسرار القرآن وهي تعرض عليك من خلال تهجدك وقيامك لربك. ها هو القرآن الآن سيطرق قلبك اليوم في هذه الساعة، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام فاجعل قلبك مع الله، لا تسمح له في أن ينصرف إلى غير الله عز وجل. جاهد قلبك ليكون مع الله طول التلاوة وسترى عجبا. جاهد قلبك ليسير مع الآيات واحدة تلو الأخرى، سواء كنت تفقه ما تشير إليه اللغة، ما تشير إليه الآيات بألفاظها، وما تشير إليه الآية عن طريق اللغة، أم كنت لا تفقه كثيرا ولكنك تجعل قلبك مرسلا مع الآيات، سائلا من الله حين تسجد بين يديه أن يفتح لك في القرآن الكريم، أن يفتح لك معاني التدبر. فإذا بكيت عليه بكاء العبد المحترق، بكاء العبد المشتاق، بكاء العبد الحريص، بكاء العبد المتذلل، بكاء العبد المضطر، والله جل جلاله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا بلغ شوقك وبلغ تعلقك بالقرآن الكريم وبالتدبر فيه مرحلة وحالة الإضطرار، فربنا سيكرمك، سيكرمك بفهم المعاني العامة التي تمس شغاف القلب عن طريق التدبر. فإن من الناس من هو أعجمي محض، فيقرأ عليه القرآن أو يقرأ هو القرآن فيجد من اللذة ويجد من الطعم ما لا يجده الذي هو من أفصح الناس ومن أعرفهم باللغة العربية، كالعرب الذين نزل فيهم القرآن وبلغتهم، لأن هذا القلب قد أسلم إلى الله عن طريق تدبر كلامه. قد أسلم العبد قلبه إلى ربه عن طريق التدبر في كلامه جل وعلا، والقرآن قد نزل على القلوب، فلا بد أن يكون له ذلك الأثر العميق على القلوب. فربنا قال: نزل به الروح الأمين على قلبك، فلا يأخذ هذا القرآن إلا القلب، لا يأخذه اللسان بفصاحته وبلغته، وإنما يأخذه القلب. فالقلب النقي الصافي المسلم إلى الله هو الذي يأخذ هذا القرآن من القلب. فقد تلقاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ربه بالقلب، ولا تتلقاه من الرسول إلا القلوب، أي القلوب التي زالت موانعها وتعلقت بالله. إذن هذه كيفية صيام قلبك بليلك مع ربك، وأنت تتدبر كلامه جل وعلا آية آية، وأنت تسأله عند سجودك بين يديه أن يفتح لك أبواب الفهم في كلامه، متذللاً داعياً مضطراً خاشعاً خائفاً. فإذا قمت من سجودك وتلقيت هذه الأنوار الربانية، فإن قلبك
سيهفو إلى ربك سبحانه وتعالى وسيجد للقرآن ذلك الطعم وتلك الحلاوة التي وجدها الصالحون. فهذه هي صفة صيام القلوب مع الله تعالى بليلها، وهي تتلقى عن الله سبحانه وتعالى كلامه في جوف الليل، والقرآن يجذبها إلى ساحة وحي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يهيئ قلوبنا في هذه الليالي المقبلة إلى ذلك، فإنه لا توفيق إلا منه ولا فتح إلا منه، فنسأله التوفيق والفتح، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.